السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه المرة الأولى لك في القناة لا تنسى الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. الورقة دي أي طبيب بيقف قدامها عاجز والدنيا بتضلم في وشه. دي مزرعة بول وبتوضح وجود نوع معين من البكتيريا مكتوب باللون الأزرق. بناخد البكتيريا دي ونحطها في مزرعة ونجرب عليها جميع أنواع المضادات الفعالة ونشوف ايه المضاد الحيوي اللي ينفع يقتل ويتغلب على البكتيريا دي، والنتيجة كارثة حقيقية، مصيبة كبيرة. للأسف كل المضادات الحيوية غير فعالة والبكتيريا المتحورة قدرت تتغلب عليهم والعدوى انتشرت في جميع أنحاء الجسم، والسبب هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية على الفاضي وعلى المليان ولأي سبب، والمحصلة معروفة. المريض هيموت والدكاترة والأهل واقفين يتفرجوا ومحدش هيقدر يعمل أي حاجة، وربنا يرحم صاحب هذا التقرير. إلى الأطباء لا ترضخ لضغوط أهل المريض وتوصف وتقوم بوصف مضادات حيوية بدون سبب عشان ترضيهم، اتق الله. إلى الصيادلة بلاش بيع مضادات حيوية بدون وصفة طبية، اتق الله. إلى عامة الناس بلاش تشتري مضادات حيوية على الفاضي وعلى المليان، ولو الطبيب كتبها لك اسأله أنت كتبتها لي ليه؟ هل أنا عندي عدوى بكتيرية أو التهاب معين شديد لا تستطيع العلاجات الطبيعية علاجه؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. الورقة دي أي طبيب بيقف قدامها عاجز والدنيا بتظلم في وشه. دي مزرعة بول وبتوضح وجود نوع معين من البكتيريا مكتوب باللون الأزرق. بناخد البكتيريا دي ونحطها في مزرعة ونجرب عليها جميع أنواع المضادات الحيوية الفعالة ونشوف إيه المضاد الحيوي اللي ينفع يقتل ويتغلب على البكتيريا دي، والنتيجة كارثة حقيقية. للأسف كل المضادات الحيوية غير فعالة والبكتيريا المتحورة قدرت تتغلب على جميع أنواع، يعني قدرت تتغلب على جميع أنواع المضادات الحيوية، والعدوى انتشرت في جميع الجسم، والسبب هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية على الفاضي وعلى المليان ولأي سبب، والمحصلة معروفة. المريض هيموت والدكاترة والأهل واقفين يتفرجوا ومحدش هيقدر يعمل أي حاجة ولا يتبقى لنا إلا البكاء، وربنا يرحم صاحب هذا التقرير. إلى الأطباء لا ترضخ لضغوط أهل المريض وتقوم بوصف مضادات حيوية بدون سبب علشان ترضيهم، اتق الله. إلى الصيادلة بلاش بيع مضادات حيوية بدون وصف الطبيب، اتق الله. إلى عامة الناس بلاش تشتري مضادات حيوية على الفاضي والمليان، ولو الطبيب كتبها لك اسأله انت كتبتها لي ليه؟ هل أنا عندي عدوى معينة؟ أو التهاب معين يستدعي؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. ما تنسوش تشاركوا الفيديوهات، مع الأسف ناس كتيرة جدا بتستخدم المضادات الحيوية عمال على بطال، قولك يا عم يلا خد المضاد الحيوي ده هيجيب معاك من الآخر. بالفعل هو هيجيب معاه من الآخر، هيجيب معاه من الآخر النهاردة وبكرة، هيجيب معاه من الآخر وبعده نبدأ نفقد قيمة المضاد الحيوي بنسبة معينة، 10%، 20%، 30%، 40%، لحد ما نجعل المضاد الحيوي ليس له قيمة وليس له أي تأثير، وبالتالي تكون المحصلة أن المضادات الحيوية لا تستطيع أن تعالج مرضك، ونقول للشخص ده يعني لا يتبقى ليك أن أنت تودع أهلك وأصحابك. ليه نوصل لحاجة زي كده؟ اتقوا الله في أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم وأموالكم وأعراضكم. أول حاجة إيه؟ أنتم يعني أنتم أنفسكم هتتحاسبوا عن نفسكم يوم القيامة، ولو عندك أسرة وعندك بيت وعندك أهل هتتحاسب عن أهلك يوم القيامة. فأقل تقدير تشارك هذا الفيديو مع أصحابك وحبايبك وأهلك
ومن باب كنا ان احنا خير امة اخرجت للناس ليه خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان. مش هاكد عليكم تضغطوا لايك علشان اكبر عدد من الناس يشوفوه، تشاركوا الفيديو في مجموعات العيلة علشان اكبر عدد من الناس يشوفوه، علشان دلوقتي كل حاجة بقت مفتوحة، يعني نقدر نستطيع ان احنا نستخدم الاشياء الطبيعية في العلاج في البداية، وفعالة وبتجيب نتائج 100% وفي العيادات وبسهولة. فاتقوا الله في انفسكم، وباكد وشكرا لكم على الدعم من اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. مع السلامة، خلوا بالكم من نفسكم، يومكم سعيد. الدكتور احمد عطية الدهشان من تركيا.